يا شيخ، انا ودي اكتب برامكو بس نثير حولها قول، ابي الكلام منفصل بالمساله دي. الله يجزاك. شكرا لك. القول المثار يا اخي حول ارامكو هو كلام المذكور الذين اتوا به عن الشيخ عبد العزيز الفوزان، وهو كلام قديم بس ما ادري وش الناس يبحثون عن هذا. كلام الشيخ عبد العزيز الفوزان هو في شيء اسمه ادخار ارامكو. ادخار، وهذا الادخار عند الشركة من حوالي يمكن 40 أو 50 سنة منذ تأسيسها ربما. اي نعم. وادخار ارامكو غير اكتتاب ارامكو. اما اكتتاب ارامكو ما اعلم انا والله احد قال بانه لا يجوز، هذا علمي انا، حتى عن علمي انا لا اعلم ان احدا من العلماء افتى بانه لا يجوز. قلت لك الفتوى المنقولة هي في ادخار ارامكو، والادخار هذا شيء قديم جدا، ونحن نعلم ان في شركات يعني عرضت اسلوب الادخار على العلماء واجازوه مثل سابق وشركات الاسمنت وغيره، واظن ارامكو ان شاء الله اما انها عرضته او ستعرضه. نعم. بارك الله فيك شيخنا. نذهب للاخ ابو عبد الله. ابو عبد الله تفضل. السلام الله عليكم شيخ. وعليكم السلام. نشهد الله ان نحبك في الله ونثق في علمك. شيخنا مع انتشار وسائل التواصل الاجتماعي تثار الشبهات من هنا وهناك، فنحتاج نلجا الى من نثق في علمه امثالكم لتجدية هذه الشبهات. سؤالي برضو حول اكتتاب ارامكو، وثير ثلاث شبهات اتمنى من فضيلتكم ان يعني يجيب عليها بحيث ترتاح انفسها. اول اثاره انه ارامكو ضمنت الربح وهذا لا يجوز شرعا حسب ما وثير. النقطة الثانية واحدة، خلنا نقل واحدة. جزاك الله خير. هات يا أخي، نحن الآن إذا اكتتبنا في أرامكو نكتتب ب1.5%. نعم. ويبقى الآن للدولة في أرامكو 98%. نعم. فهمت؟ ونص 98.5. الدولة تقول للمساهمين سأدفع لكم أرباحكم مقدما قبل أن أخذ شيء. نعم. أنا أضمن لكم أن أعطيكم من الربح اللي موجود مبلغ كذا وكذا، ثم أنا أخذ الربح. وهذا نعم. موجود في شركة الكهرباء وغيرها. شركة الكهرباء الآن الدولة تملك أكثرها. وقد ضمنت الربح للذين ساهموا فيها، وتعطيهم الربح من وين؟ من أرباح أرامكو. يعني هي لا تأتي من أرباح الكهرباء، هي لا تأتي بالربح من خزينة الدولة. يعني هي تقدمهم في الحصول على الربح من أرباح كهرباء وذلك من أرباح أرامكو. فهمت؟ طيب، يعني بمعنى أنه ما في إشكالية شرعا إن شاء الله. ما في إشكالية. نعم. الله يبارك الله بك. طيب النقطة الثانية أنه أرامكو تقترض أو تقرض بربا. اما انها تقرض هذا مو بصحيح، ما في شركات تقرض. نعم. فهمت ولا لا؟ واما انها تقترض حتى لو اقترضت بربا، عرفت ولا لا؟ فانه سيكون في ميزانيتها بسيط. والعلماء يقولون لا يزيد الاقتراض، اذا الشركه تبي تقترض لا يزيد الاقتراض على 30%. وهذا ما يبجيت شيء أبدا، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن المقترض يدفع مو بياخذ. يعني لو أن عندك الآن قريب لك الآن 3 أقرباء. فهمت؟ لك 3 أقرباء، القريب الأول يأخذ قروض مقاول، يأخذ قروض ربوية ويدفع ربا، ما يأخذ ويدفع، يدفع مثلا يأخذ مليون ويدفع 100 مليون و100 ألف، 100 ألف هذه هي الربا، ولا لو دفع مليون دفع أصل القرض ما في شيء. هذا الأمر الثاني، رجل من قرابتك الآن يعطي الرشوة، يعني يروح يدفع رشوة للفاسدين. فهمت ولا لا؟ القريب الثالث لك رجل يدفع المال في الأشياء المحرمة، في الخمور والبلاوي والمصائب والمخدرات. فهمت ولا لا؟ هؤلاء الثلاثة كلهم يدفعون، مو بيأخذون، يدفعون. هل يؤثر ذلك على أنك تأكل من عندهم أو تروح لهم؟ لا، هو المفهوم لأن هؤلاء يدفعون ما يأخذون. أفهم. تفضل.
طيب هو اللبس، اللبس اللي يصير شيخنا الله ينفع بعلمك ان شاء الله، انه طبق للحديث لعن الله اكله وموكله وشاهدي حتى طيب لعن الله الراشي والمرتشي. صحيح صحيح. طيب اذا الله لعن الراشي والمرتشي انت انت ما عاد تاكل من اموال الراشي وعزمك في زواج مثلا. انا بشارك بالاسهم يا شيخنا، انا بشارك بالاسهم. يا اخي انت الان قلنا لك انت الان ما يعني ستاخذ من عندهم، ستبيع الرسول صلى الله عليه وسلم وباع واشترى مع اليهودي ورهن درعه عنده ومات وهو شاري منه 30 صاع شعير. ماذا الله قال عن اليهود واكلهم الربا وقد نهوا عنه واخذهم واخذهم الربا وقد نهوا عنه واكلهم اموال الناس بالباطل؟ نعم بلى قال الربا والعشوة. نعم ومع ذلك تعمل بايعهم وشرى منهم. واضح يا ابو عبد الله؟ واضح. النقطة الأخيرة رفع الله علمك، رفع الله بعلمك ورفع قدرك شيخ. موضوع انه الغرر بمعنى السعر ليس واضح، هل هو 32 او 30؟ لا هو يا اخي واضح لان بنكتتب على 32 السعر لحد الان. اي نعم، واحتمال الدولة تنزل فما في غرر. لا ابدا ما في 32 ولا اجلس لا تكتتب. واضح. نعم بيض الله وجهك. الله يبارك بعلمك شيخ. جزاك الله خير. يلا توكل على الله عبد الله. اكتب باسمي واسمك يا شيخ. توكل على الله. الله يحفظك. شكرا لك. سلام عليكم.